الخير مشاهدينا الكرام، لقاء يتجدد مع من القاهره واكثر من وقفه حواريه وكثير من المتابعات للملامح المميزه للمشهد المصري حاليا، كل ده مع حضراتكم من دلوقتي وحتى منتصف ليل القاهره. مساء الخير يا احمد. مساء الخير يا هام، اهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقه الليله. عندنا فقرتين حواريتين اعتقد انهم ان شاء الله هينالوا رضاكم. الفقره الاولى تتعلق بقرار جمهوري بتعديل بعض احكام قانون مكافحه غسل الاموال. كثير من المحللين الاقتصاديين يرون ان هذه المشكله تهدد اي اقتصاد في العالم، وأيضا من منطلق آرائهم لعل هذه المشكلة حاضرة بشكل أو بآخر تواجه الاقتصاد المصري. من هنا كانت الضرورة للاهتمام بهذه المسألة والاستعداد لها في المرحلة القادمة بعد إن شاء الله انتخابات رئاسة الجمهورية وانتخابات مجلس الشعب القادمتين. واحد ايضا من العوامل ايضا ربما المعطله لمضي الاقتصاد المصري قدما هي فكره الخلل في منظومه الاجور، حديث يتصاعد عن الحد الادنى والحد الاقصى وغيره. وقفتنا الحواريه الثانيه هتكون عن هذا الموضوع وما افاد به او افادت به دراسه للجهاز المركزي للتنظيم والاداره عن 8 اسباب هي اللي وراء خلل منظومه الاجور في مصر. هنقترب تفصيلا وتحليلا من خلال استضافتنا لواحد من المتخصصين والخبراء في مجال الاقتصاد. مباشرة نذهب إلى الجولة الإخبارية السريعة المعتادة قبل بدء الحوارات. أول الأخبار اللي معنا في حلقة الليلة بيتابع بدء الانتخابات الرئاسية إن شاء الله بكرة بإذن الله، هيبدأ تصويت المصريين في الخارج. المستشار عبد العزيز سلمان رئيس اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية أكد في مؤتمر صحفي أحقية أي مواطن مصري مقيم في الخارج في التصويت في الانتخابات الرئاسية ما دام مدرجا بقاعدة بيانات الناخبين ويحمل بطاقة الرقم القومي أو حتى جواز السفر. سريعا سنتجول بين بعض أهم العواصم العربية والعالمية لمعرفة كيفية الاستعدادات لعملية التصويت بكرة إن شاء الله، لأن مصر بتنتظر هذا الحدث بشكل كبير جدا. نتجه إلى العاصمة الأردنية عمان، معنا عبر الهاتف سعادة السفير خالد ثروت سفير مصر في الأردن. اهلا بيك يا سعاده السفير. اهلا وسهلا، مساء الخير. اهلا بحضرتك. الانتخابات هذه المره هل لها خصوصيه مختلفه عن سابقيها من يعني الانتخابات سواء كانت الرئاسيه السابقه او حتى الانتخابات البرلمانيه السابقه؟ اكيد فيها خصوصيه، احنا نتوقع اقبال اكبر بكثير جدا من الفتره من الاستحقاقات الانتخابيه السابقه، نظرا للتعليمات الجديده اللي جت لنا من اللجنه العليا للانتخابات اللي هي التسهيل والتيسير على المواطنين للادلاء باصواتهم من خلال لازم كل مواطن يكون معاه الجواز السفر المميكن اللي فيه رقم قومي او البطاقه الرقم القومي بتاعته، فده هيسهل كتير جدا وهيعتقد وأأمل أنه يزيد الأعداد المصريين المقيمين في الأردن أنهم يأتوا للتصويت. بإذن الله إحنا جاهزين، إحنا فاتحين من 9 صباحا ل9 مساء بدءا من غدا لمدة 4 أيام إن شاء الله في السفارة المصرية في عمان وكذلك في القنصلية المصرية في العقبة، ودي أول مرة برضو في الانتخابات إن إحنا نضم قنصليتنا في العقبة إنها تبقى مقر انتخابي. كان في الاستحقاقات السابقة ما كانتش بتبقى يعني القنصلية في العقبة ما كانتش بتبقى مقر انتخابي يعني. من خلال الاستحقاقات الانتخابية السابقة سعادة السفير، نسبة الإقبال تتوقعها في أي حجم أو أي شكل إن شاء الله؟ لا، أنا أتوقع بإذن الله الإقبال هيبقى أكبر بكثير من الفترة السابقة، يعني نفس الأسباب اللي أنا ذكرتها. هو بالأساس لسببين، التيسير على المواطنين هو الحاملين الجوازات السفر المهيكنة والبطاقات الرقم القومي، فده تيسير. كان قبل كده كان لازم المواطن يجي يسجل اسمه أولا وبعد كده يجي عشان يدلي بصوته، فلا في تيسير على المواطنين من هذه الناحية. الحاجة الثانية إن ده مستقبل المواطنين، اعتقد يدركوا بهذا مستقبل مصر وكل مواطن عليه انه يدلي بصوته حتى يساهم في صنع مستقبل مصر ان شاء الله. فكره التصويت عبر البريد الالكتروني لعلها ايضا اثيرت فيما يتعلق بمساله تصويت المصريين في الخارج. هل المساله ديت ايضا اصبحت يعني معوق لانه كان في كتير جدا بينادوا بهذه المساله لعدم توفر لجان في مختلف انحاء الدول المغترب بها المصريون؟ التصويت الالكتروني يعني يظل مشكلة قائمة تبحث عن حلول من وجهة نظر حضرتك؟
أنا أعتقد التصويت الإلكتروني برضو بيشوبه بعض الشوائب ومش مضمون 100%، فأفضل للمواطن المصري أنه يأتي للجنة الانتخابية ويصوت بنفسه حتى تكون هناك شفافية كاملة. أنا اليوم كنت في مدينة مأدبة في الأردن والتقيت بالجالية المصرية هناك وحثتهم على القدوم إلى السفارة أو الذهاب إلى القنصلية للإدلاء بأصواتهم، وكان أحد المشاركين طلب إن كان عمل لجان مختلفة في مختلف المحافظات الأردنية. أنا قلت له هذا اقتراح جيد، وهو بالفعل كان اقتراح جيد، ولكن لابد الإعداد مسبقا له، وسيستلزم برضو مصاريف كثيرة، يمكن خزينة الدولة في هذه الفترة لا تكون مناسبة بالنسبة. بس كان في بعض المصريين عرضوا أنه يعملوا المسألة دي على نفقاتهم الخاصة سعد سفير. الجالية المصرية في الأردن مش هتقدر انها تعمل كده على نفقاتها، لان هي جالية بتعمل في مجال زراعي، في مجال المجالات الانشاءات، فهي ليس لديها هذه الامكانيات الحقيقة. عموما نتمنى ان شاء الله انه عملية التصويت تسير على خير ان شاء الله، ونسبة الاقبال تكون مرتفعة باذن الله. سعادة السفير خالد ثروت السفير المصري بالأردن، شكرا جزيلا لحضرتك. بالتأكيد في حالة من الترقب لنسبة إقبال المصريين في الخارج سواء في الدول العربية أو في الدول الأوروبية في التصويت على الانتخابات الرئاسية، وحنحاول نتعرف أيضا على الكتلة التصويتية اللي موجودة في أكثر من دولة غربية أو أوروبية. واحدة من الدول اللي بتحتضن جالية مصرية لا يستهان بها هي ألمانيا، ومعنا سفيرنا في ألمانيا سفير محمد حجازي. مساء الخير سعد سفير. أهلا، مساء النور يا فندم. أهلا بحضرتك يا فندم. يعني نتعرف من خلال حضرتك على الكتلة التصويتية في ألمانيا، وإلى أي مدى من قربك من هذه الجالية يتوقع أن يكون هناك نسبة إقبال كبيرة على المشاركة في هذا الحدث الديمقراطي؟ الحقيقة احنا منذ استفتاء يناير طلبنا من اللجنة العليا للانتخابات فتح لجنتين إضافيتين بالإضافة للجنة برلين، فوفق على فتح لجنة في الأنصلية العامة في فرانكفورت بتخدم ولايات الجنوب والغرب، والأنصلية العامة في هامبورغ أيضا كلجنة فرعية تخدم ولايات الشمال، بالإضافة طبعا لبرلين العاصمة وهي لجنة انتخابية تخدم ولايات الوسط. فده بالتأكيد هييسر على أبنائنا أبناء الجالية المصرية في ألمانيا التصويت قرب ولاياتهم والأماكن إقامتهم. فثلاث لجان انتخابية يعد أحد يعني عوامل ثقتنا في زيادة عدد الناخبين في هذا الاستحقاق الهام. أيضا حضرتك احنا هنبدأ بكرة الخميس إن شاء الله 15 مايو ولمدة 4 أيام يتخللها يومي السبت والأحد، فعندنا عطلة نهاية أسبوع يوم السبت 17 والأحد 18 مايو. كمان احنا هنبدأ اعمال اللجنة من 9 صباحا حتى 9 مساء، يعني كل دي عوامل هتيسر جدا، اضافة برضو ان احنا لدينا في هذا الاستحقاق استخدام فني للوحات القارئ الالي او نظام القارئ الالي اللي هو التابلت، وده هييسر على المواطنين ويسهل العمل. طيب سعاد سفير، بالإشارة للإجراءات التيسيرية اللي حضرتك يعني تفضلت وأفدت بها، يعني حضرتك بتشوف إلى أي مدى ممكن بعض التعديلات في الإجراءات المتعارف عليها الخاصة بتصويت المصريين في الخارج وبعض التعديلات في المبادئ الحاكمة لها ممكن تفيد في تسهيل على المواطنين المغتربين في الخارج واستفادة كنا قد وقعنا فيها في انتخابات مماثلة في الماضي؟ هو طبعا الاستحقاق الدستوري بانتخاب المصريين في الخارج جديد، ومن خلال الممارسة العملية بنجد ملاحظات بننقلها فورا للجنة العليا للانتخابات عبر وزارة الخارجية، واللجنة العليا الحقيقة بتستجيب مشكورة لأي تطوير بناء. فأنا أعتقد يعني مثلا على سبيل المثال طلبنا بعد الاستفتاء الدستوري فتح لجان إضافية لدى القنصليات العامة في كل من فرانكفورت وهامبورغ بالإضافة للعاصمة برلين، واستجيب لطلبنا، فباب مفتوح زي ما حضرتك تفضلتي للمزيد من الاقتراحات. احنا ملتزمين بكل ما يرد من توجيهات أو تعليمات من اللجنة العليا، وإذا حدث أي تطوير
آخر، والمجال مفتوح بكل تأكيد للتحسين والتطوير ما دمنا نواجه بعض الملاحظات وننقلها بعناية للجنة العليا التي تستجيب، لأن الهدف واحد وهو التسهيل على المصريين في الخارج وضمان أكبر نسبة مشاركة تأمينا لإنجاح العملية. بتأكيد بشكر سيادتك، شكرا جزيلا سفير مصر في ألمانيا السفير محمد حجازي. من ألمانيا نتجه مباشرة إلى فرنسا، تحديدا العاصمة الفرنسية باريس، بينضم إلينا منها عبر الهاتف الأستاذ مختار العشري رئيس النادي المصري في باريس. أهلا بك أستاذ مختار. أهلا بحضرتك، مساء الخير يا فندم. أهلا بحضرتك. الحالة المزاجية بالنسبة للمصريين فيما يتعلق بمسألة الإقبال على التصويت من عدمه في الانتخابات هذه المرة، كيف تراها؟ الحقيقة طبعا أنا عايز أسأل الوضع بالضبط هنا بالنسبة للانتخابات اللي هي هتتم غدا إن شاء الله مشيئة الله. امبارح كان في اجتماع للجنة الخاصة بالانتخابات في السفارة برئاسة السفير محمد مصطفى كمال ونائب البعثة أستاذ أحمد مجاهد والسكرتير أستاذ عمرو منيب، واجتمعوا مع مندوبين بتوع المرشحين بتوع السيد حمدين صباحي والسيد عبد الفتاح السيسي، وتم تنظيم العملية الانتخابية معاهم على أساس إن من غدا إن شاء الله من 9 صباحا لحد 9 مساء لمدة 4 أيام هيتم توجه المصريين الجالية المصرية الموجودة هنا للانتخابات. وبالمناسبة دي أنا كنت عايز أعدل معلومة بسيطة ومهمة جدا جدا جدا. كان معاكم تقريبا من حوالي ساعة أو ساعة إلا ربع كان في لقاء مع أحد أبناء الجالية على الهواء عندكم في الاستوديو الأستاذ صلاح فاروق، وذكر إن كان في لجنتين هنا في باريس للإدلاء بالأصوات، وأنا عايز أصحح المعلومة دي عشان لا نفتت عدد الأصوات والناس تربط مشوار وبعدين تروح ما تنتخبش. في لجنة واحدة فقط لا غير في السفارة المصرية اللي هي موجودة في تقام تويت بوفارد إيلا. أستاذ مختار، طب بالمناسبة إجمالي عدد اللجان الموجودين في فرنسا كلهم هي اللجنة الوحيدة اللي في العاصمة الفرنسية باريس ولا في أكتر من لا لجنة؟ أنا حضرتك أنا بتكلم على باريس بصفة خاصة، في لجنة في مارسيليا، في لجنة لجنتين بس في فرنسا. انت شايف ان دول يعني هاتان اللجنتان تكفيان لعدد المصريين الموجودين في فرنسا ولا انتوا بحاجه للجان اخرى؟ هو كان ممكن تبقى مناسبه زي وضع الدستور، لان اللي كان بينتخب اللي هم كانوا مسجلين وكان عددهم لا يتعدى 6400 تقريبا، وراح منهم حوالي 2000 واحد تقريبا قبل اصواتهم، ده كان يعتبر شبه مناسب. انما طبعا لجنه واحده في السفاره لا تكفي، ولكن هم عوضوها بعدد الايام لانهم خلوها 4 ايام، وانا شايف برضو ان لجنه واحده لا تكفي، لان في هنا لا يقل عن الراوند يعني 150,000 على الاقل مصري موجودين، بس كم واحده توجه للانتخاب هي دي المشكله. ولكن انا برضو عشان اعذر ان زي ما كان ذكر برضو استاذ صمد في مداخله معاكم برضو من شويه قال ان احنا ممكن نعمل كذا لجنه زي هولندا، الكلام ده برضو مش مظبوط، لان في ارتباط بالحكومه الفرنسيه هنا بالجهات الامنيه لانها بتؤمن اللجان، فتامين اللجنه في السفاره وداخل حدود السفاره المصريه ده بيدي تامين اكتر وبيكون بيمشي انتخابات بصوره جدية. فما يعني توسيع اللجان برضو اعتقد بيبقى فيه صعوبات شويه، ولكن كان ممكن نخلي لجنه تانية في القنصليه مثلا في باريس، لكن ما اعرفش ليه عملوا لجنه واحده يعني دي العيوب طبعا. طب استاذ مختار، كان في مقترح حتى قبل يعني ما نقترب من هذا الاستحقاق من قبل بعض المغتربين ان هم على نفقتهم الخاصه يتولوا تكاليف انشاء لجان في بعض الضواحي البعيده عن العواصم في مختلف المدن الاوروبيه، هذا الاقتراح قابل للتطبيق او التنفيذ عندكم في فرنسا ولا ايضا في صعوبات؟ هو الاقتراح ده انا سمعته برضه من شويه من استاذ عبد الصمد، ولكن انا اعتقد لو تم هذا التطبيق هذا الاقتراح هو ممكن يعني حتى العمليه الماديه او التبرع احنا ممكن كمان نتبرع كجمعيات مدنيه موجوده هنا كله من اجل مصر، ولكن المشكله في حاجه كيف يتم تامين هذه اللجان؟ لان حضرتك اللجنه لما كانت السفاره الجهات الامنيه والرئيس الفرنسي بيؤمنها بطريقه سليمه 100% محدش يقدر يتعدى عليها. السلطات الفرنسيه مش معنيه بالمساله دي؟ معنيه، ولكن ممكن يكون في اتفاق ما بين السلطات الامنيه وما بين السفاره على انهم ما يكثروش عدد لجان، ده موضوع انا ما اعرفوش، ولكن لو لجنه ثانيه على الاقل في القنصليه هيبقى احسن. انما احنا عشان نوسع مثلا نعمل 10 12 15 لجنه اعتقد ده موضوع هيبقى من الصعب السيطره عليه امنيا، خاصه وان حضرتك عارف ان كان في بعض مظاهرات برضو للاخوان وكده وكان في بعض احتكاكات.